بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الصادقة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مر معنا الحديث عن التقوى، وتحدثنا فيما سبق عن مفهومها ومعناها ومغزاها. اليوم بحول الله سنتحدث عن الآثار الإيجابية والعامة والفاضلة للتقوى. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فللحديث عن التقوى وعن آثارها نأخذ من كتاب الله عز وجل. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، ومن يتق الله في مواضع متعددة. الحق سبحانه وتعالى يبين فيها البركة ويبين فيها الخير ويبين فيها النفع، بل أن الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف قص علينا قصصا في ما جرى بين موسى عليه السلام والخضر. لما وقف عند الجدار طلب الخضر من قوم الاستضافة فرفضوا، فلم يريدوا أن يضيفوه، ووجد جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فأقامه. فسأله موسى عليه السلام: لما أقمته؟ فالحق سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه القصة مكانة التقوى، بل مكانة تقوى الأجداد وأثرها عند الأحفاد. وأما الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الله سبحانه وتعالى بالتقوى التي كانت في الأجداد أتى بركة عند الأحفاد. ويزيد الحق سبحانه وتعالى في أثر التقوى ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. من أراد العلم فعليه بالتقوى، ومن أراد النجاح فعليه بالتقوى، ومن أراد البركة في الأولاد وفي الزوجة وفي المال والتجارة فعليه بالتقوى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأضرب لكم موعدا في الغد إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.